شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع اتفاق تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وشركة فلات سكس لابس وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأسيس شركة تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المخاطر، حيث وقع الاتفاق على الجانب المصري السيدة نيفين جامع أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعن مؤسسة التمويل الدولية السيد فيليب لي هيرو المدير التنفيذي للمؤسسة والأستاذ هاني الصنباطي رئيس مجلس إدارة شركة فلات سكس لابس. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عقب توقيع الاتفاق أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز الأساسية في قاطرة التنمية المستدامة وأحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية. صندوق مخاطر في حدود 100 مليون مشارك فيه الصندوق الاجتماعي، مشارك فيه اي اف سي ومشارك فيه شركه سكس لابس. الهدف منه مساعده الافكار للمشروعات انها تطلع للنور. ده هيساعد في حدود 100 شركه، شركات لسه ما بداتش، بنساعدهم من اول بدايه الشركه الى ان يبتدوا يطلعوا ويظهروا للنور. يعني زي ما انا كنت بقول، في افكار احيانا بتطلع وبتموت من غير افكار رائعه، من غير ما حد يساعدها. الهدف من هذا الصندوق هي مساعده هذه الشركات وهذه الافكار انها تتحول الى حقيقه وتطلع للنور. ودايما هذه الصناديق بتساعد عدد كبير من الناس، 100 مثلا، لو 5 أو 6 أو 7 افكار منهم نجحوا بتبقى حاجه كويسه جدا للبلد وكويسه للصندوق.